اخبار اليوم. بقيت بتتباع وانا لسه طالب في الجامعه. ابتديت رحلتي بدري، فخور ان انا وصلت النهارده. عايز اقول لكل طلبه عين شمس، المستقبل قدامكم في مصر عظيم جدا، مفتوح جدا، بشرط ما تستناش وظيفه. في العالم كله كل اللي بينجح بيعتمد على ذكاء، على موهبه، على اصرار، على عمل غير تقليدي. ما تستنوش وظيفه، صدقوني اكسروا هذا الحاجز اللي عند المصريين وعند الشباب. لو اشتغلت في حاجه انت بتحبها، لو اشتغلت في حاجه غير تقليديه، لو اشتغلت بايدك هتنجح ومش هتشتكي. ولو كل شباب مصر عملوا كده والله مصر تبقى اعظم من امريكا. شكرا.